طلق الرجل زوجته وإثنى نومه تنفثه ثم يستيقظ وهو جمعها فهل هذا تعتبر رجاعها or رجاعة؟ هذا السؤال. يعني الرجل طلق زوجته ثم ينام وإثنى نومه يعني المرأة تلعب معه وهو يستيقظ وجمعها فهل هذا جماعة تعتبر؟ الجماعة رجع. كانت يعني الطلقة الأولى أو الثانية في الطلاق فالجماعة رجع لا شك فيها. بارك الله فيك شيخ.